عين ريانة فيها بحر حد ما يمشي القبر. أريانا مدينة الورد، إحدى أكبر وأجمل المدن التونسية المطلة على ضواحي العاصمة. أريانا وقع اختيارها منذ زمان، منذ سالف العصور، باش تكون تأوي مستشفى لمعالجة الأمراض الصدرية، وكانت كذلك باعتبارها كانت يعني يقضي فيها القوم فترة الربيع، كان الشعراء يتغنوا بها الفصل هذا. الشيخ طارق قصار كان يذكر في نوبة الخضرة اللي وقعت الحين من طرف زرياب واللي مسجل الآن في الإذاعة التونسية واللي عاودت غنتها المطربة سونيا مبارك: يمم رياض الورد ظهرا واقصد بأريان المقيلة، واقصد بها إن ظمأت بئرا يسعد بمائه العليل. أريانا الاسم نتاعها طبعا هو لغز، ما عندناش مفاتيحه. روايات عديدة، هل ترى هي الأميرة ديان أريان، هل ترى هي يعني نوع من الجنس البشري أريان. فيه أحد أصدقاء يقول ربما نسبة لقبيلة أريان الموجودة في اليمن، قبيلة الأرياني. روايات عديدة ولكن ما اهتديناش، وهذه ربما من ألغاز هذه القرية. القرية هذه بطبيعة عتيقة تضرب في التاريخ، بدليل أن ثم عنا الجزم الحناية، احنا نسميه في ريانا صلعة البلارج موجودة في أحد الأنوج. كذلك ريانا معروفة بكونه منتسب لها محرز من خلف، تولد فيها سنة 954 وزنقته موجودة الآن. والأريانا فيها كثير من الأزقة تحمل أسماء أعلام ولا أسماء يعني جهات: زنقة البنزرتي، زنقة الجربي، زنقة سيدي مفتاح، زنقة سيدي بو عبدالله، زنقة سيدي بو ذيب. تاريخ الأريانيين تاريخ حافل بروح التعايش والتسامح والحضارة. هنا عاش المسيحيون واستقبلت المدينة اليهود القادمين من الجزائر، وأنشأت لها أول كنيسة تدعى الغريبة. وفي أريانا استقرت عدة عائلات أندلسية ونقلت الكثير من عاداتها وتقاليدها. هذا كان المشهد في أريانا، وكانت موجودة بطبيعة الحال يعني في أريانا كانت ثلاثة ديانات متواجدة. النجم نقول أريانا هي تجسم بالنسبة للدنيا التسامح ومعنى التآخي بين الأديان الإبراهيمية الثلاثة: المسيحية باعتبار كلمة كنيسة أصبحت الآن مقر ولاية، كانت قبل مقر بلدية، وكذلك اليهودية بالنسبة للغريبة موجودة الآن المكان متاعها إلى جانب الصلوات، وكذلك طبعا الإسلام. لقبها البعض بالمدينة الفاضلة نسبة إلى اسمها، فالأريان لفظة عربية تعني حسب معجم لسان العرب الفائض من الخراج أي الفضل. جامع هذا يا جامع أريانا المدينة قديم ياسر، كيف هدوه في عام 69 بنوا الجامع هذا في عضو أكبر وأوسع، وداولوا عليه برشا أئمة الله يرحمهم وبرشا مدرسين زادا جاوا لهنا قراوا دروس العلم. أول إمام اللي خلط عليه أنا وأنا صغير يقولوا اسمه عم أحمد النمسي رحمه الله، وبعد جاسي محمد بن الخوشة، وبعد عم الطاهر بن سعيد، جانا سي عبد الفتاح مورو بالنيابة لا خطب علينا تقريب خطبتين، سي الفضل العبد اللي خطب زادا يجي خطبتين بالنيابة، سي عبد الله المولهي زادا كيف كيف خطب يجي خطبتين، وبعد جا سي أحمد عجال رحمه الله ورحم المسلمين أجمعين، بعد سي أحمد عجال جا سي حامد المهيري، بعد سي حامد المهيري جانا سي عبد سي محمد بوزغيبة دكتور، بعد سي محمد بوزغيبة جا سي عبد الوهاب بوسرسار، بعد سي عبد الوهاب بوسرسار قعدت هكاكا من بالنيابة يجيو يخطبوا هنا، حتى جانا دكتور اسمه سي محمد الخضراوي دكتور، ومن بعد جانا إمام آخر جديد هالنهارات هذوما، وقديم ياسر جمال الله من المدرسين اللي جاو قراو دروس هنا، سي حسن الخياري رحمه الله، سي حمال الحاج القريطلي، سي عبد الله المولي، سي عبد المجيد البراري، سي صدق بسيس، فهمت؟ هذوما الله يرحمهم الكل قراوا دروس هنا في ريانا في الجامعة هذايا، قراوا دروس الفقه اللي قري فقه واللي قري تفسير واللي كل حد شنو اللي قري. سي حسن الخياري رحمه الله هو اللي أسس الأمنة تاع القرآنية هنا، قبله هو بكري أنا ما نعرفوش، ما يحكيوا عليه الكبار كان سي عبد العزيز البوندي
هو اللي أسس الإملاءات القرآنية في تونس. خذا عليه سي حسن الخياري كيف جاء لهنا يدرس كل نهار سبت كان يجينا، هو اللي كون الإملاء القرآنية وقرانا خيرة ربي من الدروس وشبعنا منه والله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. تتعانق أصوات المساجد المنادية للصلاة والمتعالية بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في مساجد هذه المدينة المنتشرة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على البلاء، حي على البلاء، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ينتصب ضريح سيدي عمار سلطان مدينة أريانا وقاهر الصليبيين. عرف هذا الولي الصالح بنقاء سريرته وتعبده وغوصه في عالم ملكوت الله، وكان مجاهدا بارزا قادما من مسقط رأسه بالقيروان ليحارب ضد الصليبيين وينتصر وتنتصر معه كلمة الحق. يحمل ضريح سلطان مدينة أريانا كما يلقبه البعض ألوان أضرحة الأولياء الصالحين في تونس، الأحمر والأخضر. تعلو المقام قبة مستديرة وجدران ناصعة البياض تذكر بنقاء سريرته وسلام قلوب المسلمين. سيدي عمار المعروفي هذايا أهل القرية التوة موجودة بين سليانة وبين القيروان، موجودة إلى يومنا هذا، وأهل وهم ليه هذه قرية المعروفي التوة موجودة. أني هو سيدي عمار منول وسايح ويقرأ، سيدي عمار عالم من العلماء الممتازين، وسيدي عمار حامل كلام الله، والشيخ متاعه سيده اللي هو قراه العلم هو سيدي سالم القديدي، فهمتني ولا؟ توا مدفون سيدي سالم في القيروان، وهم سايحين في ملك ربي، وهذا البيس التاسع استعمر تونس. وقت اللي عنده جاء هم الناس التوانسة تشكات قالوا له فهمتني ولا، راهو عمل فينا، راهو ما يشد النساء، راهو يبدا يضرب فيهم، راهو يبدا يقد فيهم، راهو حاسيبه. المهم قالوا له يا سيدي، قالوا نعم، قالوا نشيل له الكلب هذايا، كلمة لا، قالوا نشيل له القيادة. وين كانت هي نتاع الإسلام؟ هي كانت في القيروان، مشاو للقيادة قالوا تعطينا الجيش خلينا نمشيو له هذايا، قالوا نعطيكم. من ثم من القيروان وين جاوا حطوا الرحيل نتاعهم، هم حطوه هون في أريانا، هذه أريانا، حطوا الرحيل نتاعهم ونصبوا المواطن هوني الخيم، نصبوا الخيم نتاعهم وقعدوا لنا. عاد يقولوا والعالم مشاهد الله، يقولوا بعثوا سرية الاكتشاف باش تكشفوا العدو مش عنده، عندما مشاو هذوما سرية الاكتشاف وقت اللي عندما خلطت هربت، جات تجري
خلطوا المدن أريانا. قالوا يا سيدي عمار وين يا عمار؟ مش نحاربوهم احنا الناس هذو، وين مش نحاربو؟ راهو البحر ما فماش ماء، رؤوس عباد الجر الأرض بكل عباد. جاب ياسر جيش هذا جيش التاسع، فهمتني ولا؟ قال سيدي سالم اش قال سيدي عمار؟ قالوا يا عمار يا عمار، احنا علاش جينا؟ جينا للجهاد وان شاء الله نموت في الجهاد. ربي سبحانه عز وجل وقت الاسلام ده يحارب في الكفار، ربي نزل عليهم مرض الطاعون، هذا حشيت مرض الوباء، حسقهم جملة، حتى منه هو مات، هذا جيش التاسع مات، فهمتني ولا؟ مات، مات مع المرض هذا، بالمرض الطاعون، مات، أحد يقولوا سيدي عمار ناشو المرض هذا. وعندما خلطوا وربحوا الحرب وسيدي عمار توفى في المكان اللي احنا موجودين فيه. ما زال أهل العيسوية والمحبون لله يعبرون بطريقتهم الخاصة الصوفية عن شوقهم لأيام الزهد والسمو نحو الأخلاق الفاضلة والتجرد في حب المولى كما عرف هذا الولي منذ قرون. لا يخلو أي منزل من منازل الأريانيين الأصليين من النباتات والورود، فأريانا هي مدينة الورد، وهي عاصمة الأريج والقرنفل والياسمين وكل أنواع الزهور الجميلة العبقة والتي اشتهرت بها المدينة منذ 4 قرون. محمد بن أحمد بن فرج عبد الرحيم شهر أريانا، شهر الفكرون. أريانا كانت الورد ياسر فيها، فماش غرس ما في أريانا ما تلقاش فيه وردة. نخدم نروح نلقى بابا عامل شوية ورد شوية ياسمين، يجمع شوية ياسمين